وللمزيد ينضم إلينا من باريس أحمد كامل الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة مدتها شهر على الأقل، ما إمكانية الوصول إلى هذا الاتفاق، وما الذي يمنع من تكرار سيناريو حلب والفيتو الروسي ضد إعلان هذه الهدنة؟ لا شيء يمنع، لا يوجد أي مانع أخلاقي، لا يوجد أي مانع قانوني، لا يوجد ضغط في الرأي العام العالمي، لا يوجد أي نوع من أنواع الضغوط على روسيا. سمعت الدول العربية مثلا قتل حوالي مليون سوري ولم تقل كلمة، لم تعترض على احتلال سوريا، لم تعترض على استخدام تحت الدمار الشامل ضد المدنيين، على دخول قوات روسية من عدة دول، لم تقل سمعت الدول العربية ولا كلمة، ولا منظمة مؤتمر الإسلامي. فإذا نحن نعيش في غابة بكل معنى الكلمة، وإذا كنت أنت لديك حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي تستطيع أن تفعل ما تشاء في العالم، وأعتقد بأننا في مرحلة استطاعة لا مثيل لها. لم يكن في يوم من الأيام الوحدية منفلتة ومعفية من العقاب والتأنيب كما نحن الآن. طيب، روسيا من المفترض أن تكون دولة ضامنة، لكنها تستمر في قصف المدن، حيث قصفت مؤخرا سراقة بريف إدلب ودوما بغوطة دمشق. ما الذي تريده روسيا بالضبط؟ تريد أن تظهر بأنها هي السيد في سوريا، لأن هذا الموضوع محل جدل. سوريا الآن مقسمة إلى ثلاثة أقسام. نعم. سوريا تسيطر عليها أمريكا مع تنظيم PKK الإرهابي، الربع تركيا مع المعارضة السورية، والنصف هو للنظام وروسيا وإيران مع بعض. نعم. حزب الله مع جهات أخرى كثيرة. الروسي بحاجة كل يوم بأن يثبت بأنه هو السيد، لأنه في الحقيقة ليس السيد. هذا الأمر بحاجة لتأكيد وبحاجة لإثبات وبحاجة لتفكير الآخرين بذلك. والطريقة الأسهل في ظل غياب أي شرعية وأي أخلاقية في العالم هي القتل والتدمير. طيب، ما جدوى إقامة مناطق خفض التصعيد؟ ما جدوى مؤتمر سوتشي الذي عقدته موسكو من أجل الحوار والحل في سوريا؟ لا شيء أبدا على الإطلاق، لا شيء، لا يقدم ولا يؤخر. كل هذه المؤتمرات، الاتفاقات التي تحصل فيها تحترم إذا وجد قوة تواجه القوة الروسية. فإذا في بعض منطقة درع الفرات، المنطقة التي أنقذتها تركيا وجيش السوري الحر من براثن النظام، تركيا هي الضامن، وبالتالي يحترم الوقف إطلاق النار هناك. المناطق الكردية الضامن فيها هو الوجود الأمريكي. أما بالنسبة لبعض الشعب السوري، ليس له ضامن، ليس له إلا الله مطلقا، وبالتالي كل ما يخصه ممكن أن ينهار في أي لحظة، ولا تحترمه لا روسيا ولا إيران ولا أحد يحترمه. طيب، هنالك دول تسمي أنفسها بأصدقاء لسوريا أو للشعب السوري، وتقيم مؤتمرات كثيرة للصداقة مع الشعب السوري، لكنها لا نعلم كيف تقبل بما يجري، وكيف تقبل بالتصريحات الروسية التي تنتقد وصول أسلحة مضادة للطائرات إلى المعارضة السورية، بينما تغض الطرف عن مئات القتلى الذين يسقطون يوميا نتيجة القصف الروسي. هذا كان يعني عمل فولكلوري لإسقاط الواجب وانتهى. يعني مع اجتماعات الآن لأصدقاء سوريا، كان أول اجتماع حضروا 120 دولة، ثم تناقص العدد حتى صاروا 11 دولة، والآن حتى ال 11 دولة لا يجتمعون مع مجموعة أصدقاء. وحتى في أثناء وجوده يعني ما كانت تعمل شيء كثير. نعم. من باريس كان معنا أحمد كامل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.